الحبايب يا ضنايا انت، وكل امالي ومنايا انت. اكتر حاجه بتضايقني فيهم ان هم ما بيسمعوش كلامي خالص، يعني بيعندوني، ببقى اقول لهم على الحاجه الصح هم يفكروا في الحاجه الغلط. يا بنتي اتكتني، خش جوه يا اختي، اتكتني بقى، اكتر حاجه يعني بيصلوا ويقطعوا، عايزاهم يصلوا على طول. جيل بقى الجديد دوت صوته من دماغه، عايز يعمل كل حاجه بنفسه هو، ما يسمعش راي الكبير. يعني مش من حقي اروح مطرح ما انا عايز؟ ومن حقي اعرف انت كنت فين؟ من حقي تساليني بس من حقي ما اجاوبش. ولد انا ام العيل بيتعصب دلوقتي، بقى بيتعصب على اهله. كمان حاجه يقول لك انا عايز الحته الحاجه الفلانيه اروحها، يبقى اروحها دلوقتي. ناديه يا ماما اروح معاك. قلت لا، ربنا يخليك، 100 مرة أقول لأ. تحتية بتاع ورد، وجا عيد الأم وهم ما افتكروش إن هم يجيبوا لي ورد منه، وأنا في اليوم ده زعلت وتأثرت جدا. شهوتهم يعني وعدم سماع الكلام، يعني يعملوش الحاجة مظبوط، المدرسة، المذاكرة كده يعني بس. أنت كنت فين يا ولد؟ كنت مشغلة عند واحدة صاحبتك. صاحبتك؟ طب خش. فيروز؟ مين دي؟ دي جاي تذاكر معايا يا ماما. مساء الخير يا طارق. مساء الخير يا روحي. ساعات ما بيسمعوش الكلام، دماغهم ناشفه شويه، لكن في الاخر هم طيبين يعني، بحبهم. اخواتي بحبها حبيبه امها، اخواتي بحبها يا اخواتي.